أين الطفولة؟ مرحبا، كيفكم؟ أنا اسمي محمد، أبلغ من العمر 15 عاما، أسكن في إحدى قرى مدينة نابلس. سيعرض عليكم مشاهد مرت في حياتي وهي من الواقع، آمل منكم أن تنظروا إليها بعين إنسانية وأكثر جدية، لأنه قد يمر بها أي طفل فلسطيني. صباح الخير يا علي. صباح الخير يا محمد. هل قمت بأداء الواجب المدرسي؟ نعم، أتممت على أكمل وجه. صباح الخير. صباح النور. أخرجوا كتاب اللغة العربية. يلا يلا عدار، روحنا عدار. يا خلاص روحنا. اضرب اضرب الشجرة الشجرة قدام الشجرة الشيخ الشجرة اضرب اضرب الريح اضربوا جيش الاحتلال يتجه نحو انا. وقف 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 محمد، انهم يعتقلون محمد، اخذوه. يجب ان نخبر اهله. هيا بنا هيا نخبر اهله. من جوا الزنزان سمعتك يا امي تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني. من جوا الزنزان سمعتك يا امي تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني. بقولوا محمد افراج. طلعنا طلعنا وقهرنا السجان. طلعنا طلعنا يا حبيبي. سلامتك يا حجه. الله يسلمك يا امي والله. ان شاء الله ما بعيدها. ان شاء الله ما بعيدها. ان شاء الله. يلا سلام عليكم. مع السلامه. لا دراسه لا عمل، فيش شيء. صباح الخير يا محمد. صباح النور. نعدك بأنك ستعود قريبا إلى مقعدك الدراسي. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا على ما قدمتموه لي. مرحبا، أنا عدت إلى مقعد الدراسي، لكن هناك المئات غيري لا يستطيعون العودة. أناشد كل الضمائر الحية مساعدتهم ليكونوا في المواقع السليمة لهم.